قبل ما نطلع على الهواء ونسمع قصص ونسمع حكاوى جميلة منهم صراحة عن ما عاشوا فيه خلال موسم هذا الحج. يمكن كما هو مشاهد خلفي الآن أتت أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات في هذه المنشأة اللي أنا أسميها المنشأة العملاقة، منشأة الجمرات المميزة. طبعا مشاهدينا الكرام، قصص الحجاج يعني الحكاوى اللي من الحجاج هي اللي توصل الصورة بشكل أسرع في المشاعر المقدسة. بناخذ معهم بعض اللقاءات عشان نشوف مشاعرهم ونتكلم عن ما كان خلال حج هذا العام. شوي تسمحوا لي عشان ناخذ اللقاء ترجع لي شوي. أول شيء أتعرف عليك. محمد إبراهيم عبد الرحمن، حاج مصري. حياك الله. اليوم أنت في المشاعر المقدسة، اليوم في منشأة الجمرات، نتكلم عن حج هذا العام، القصص. أكيد أن كل حج له قصص، له يعني أمور حصلت له خلال موسم هذا. نعم، أولا نشكر الله والحمد لله الذي وفقنا لهذا الحج، والحمد لله الذي أرسل محمد بن عبد الله رسولا لنا كي ينقلنا من الظلمات إلى النور. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر الملك سلمان وولي عهده والقائمين، رجال الأمن ورجال الصحة ووزارة الحج ورجال الإعلام، جزاهم الله عنا خير. بالنسبة للحج، والله ما كنا نتوقع أنه يحصل حج بهذا التنظيم في مثل هذه الأيام. نحن خارجين من جائحة والعالم كله لسه ما خرج، والحمد لله الحكومة الرشيدة وحكومة آل سعود جزاهم الله عنا خير قدموا لنا ما لا نتوقع، فجزاهم الله عنا خير. وندعو المسلمين جميعا، نقول اللهم ارزق كل مسلم، اللهم ارزق كل مسلم في شتى بقاع الأرض بحج عاجلا غير آجل. ونخص بدعاء إخواننا السعوديين المواطنين غير العسكريين في خارج مكة، مما لمسنا فيهم حسن الأخلاق بفضل الله، شعب أنعم الله عليه بحسن الخلق والأدب في الحوار والتعامل. نخص أنا وأنت نسولف عن الشرقية ومصر وأهل مصر، وجه رسالة لأهل الشرقية في مصر. والله أتمنى أن الله يرزقهم جميعا، خاصة أبي وأمي، الله يرزقهم الصحة والعافية ويرزقهم حج العام القادم إن شاء الله، هذا ما أتمناه. وللمصريين جميعا، والله هذا الموقف لا يقدر ولا يشعر به إلا من أتى مشعر عرفة أولا ثم منى ثم المزدلفة ثم الجمرات، والله لا تقدر بأي شيء آخر. فالحمد لله الذي من علينا واختارنا واختار الحجاج من بين 1.5 مليار استفاء من الله. الله يتقبل منك. الحمد لله، الحمد لله. الله يعطيك العافية. شكرا لك. أيضا معنا مشاهدينا الكرام أحد الحجاج، تعرف عليك؟ ماجد ياسين المخلافي، الله يسلمك. كلمة على السريع الحج. حياك الله. أهلا من دولة اليمن، الله يسلمك. أعطنا يعني مشاعرك اليوم وش حاب تقول؟ مشاعري سعيدة جدا في هذا في هذه الرحلة الإلهية. كان حج عام 1443 حج متميز، برغم أن الزحام كان خفيف، إلى أن تجد هناك تنظيم من قبل الإخوان في وزارة الحج والعمرة، ونشكر ونذكر حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تسعى دائما في خدمة ضيوف الرحمن والذين أتوا من كل فج عميق. نشكرهم ونشكركم أيضا على هذه الخدمات المتميزة. الله يعطيك العافية حج، الله يتقبل منك إن شاء الله. يتقبل الله من الجميع، وحفظكم الله جميعا. شكرا، وفقكم الله. أيضا أحد الحجاج معي اليوم، أتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوك أحمد عبد الحميد من جمهورية مصر العربية الشقيقة. وبشكر سيادة الملك سلمان وولي العهد على النظام الجميل وعلى الخدمة اللي مقدينها، وبشكر حملة العليان، يعني الحملة دي جميلة جدا بسم الله ما شاء الله، ومش مخلينا نقصنا حاجة. أعطني مشاعرك اليوم الحين، أهلك في مصر وجه لهم رسالة. الله يعني بدعي للناس كلها أن ربنا يعيدها وتيجي الموقف ده، موقف لا يعدل بمليارات الجنيهات ولا بالريالة، يعني موقف بسم الله ما شاء الله ما يحسش به إلا اللي أتى به، يعني بسم الله ما شاء الله. ونحمد ربنا ونشكر فضله أن ربنا من علينا مرارا وتكرارا إن إحنا بنقف في هذا المكان إن شاء الله. الحمد لله والشكر لله رب العالمين. الله يتقبل منك. يبارك لك. يعطيك العافية. كلمة على السريع، الاسم الكريم. أخوك محمود سالم، مقيم بالمملكة العربية السعودية الرياض، مدير مالي. حياك الله. كلمة لأهلك في مصر وفي الرياض. أقول لكل أهل في مصر هنيئا لكم بعيد الأضحى المبارك، وتحياتي ليكم وكل عام وأنتم بخير. أسرتي أسرة سالم في الشرقية والقاهرة، وأقول لزوجتي وأمي وأخواتي كل عام وأنتم بخير، وأقول للخادم الحرمين الشريفين
شكرا جزيلا للإمكانيات الضخمة الكبيرة والتنظيم الرائع. شكرا لوزارة الحج، شكرا للتلفزيون السعودي. الله يعطيك العافية. تقبل منك يا حاج. شكرا لك. شكرا لك. طبعا احنا